الألماس. ازيك يا دكتور مصطفى؟ بيسألوا عنك. ازيك يا أستاذة هبة؟ هي هبة؟ لا ده صديقة من هنا، مش هبة من بتوعنا احنا. شوف 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 شوف، السؤال سؤال جوهري ايه ما بتجاوب عليه. لا هاي هاي ها الانياب تسأل، تقول ممكن تقول لنا معنى شكل الاسنان حقت عبد العزيز؟ هاي مرة انت سألتك، ما انت عارف تحللها؟ قول ازي قول حضرتك؟ قول، جاوب جاوب عادي، ما في حد في لك ثلاثة بس. دي بتدل على الإصرار على تحقيق الأهداف. والله الأنياب، أنا أسناني يا بابا اسنان عمالة توسع. فلج الأسنان. انت مرة مسوي حلقة عن عمالة توسع، يعني دليل على ايه؟ على ان قراراتك بتعملها دون ان انت تحسب ايه اللي هيحصل قدام. زي ما انا جيت كده، انت قلت لي تعالى تعالى الامارات، قلت لك يلا اركب يا عم يلا. تشغل المروحيه. لا بس صدقني والله قرار قرار راح يصب ان شاء الله، راح تنتقل لمرحلة ثانية ان شاء الله بإذن هو الله. انا هطلع من هنا، انا هنا في الامارات، هطلع من هنا على قطر. ان انا هنا بعمل كورس هيتعمل تاني يوم العيد الصغير، تالت يوم ورابع يوم. ايش تقول لك شرفتنا؟ لا والله صراحة مين اللي شرفتنا؟ هي مالت قطر. هاجي قطر، انا كده كده جاي يعني.